مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون. في المصدر أونلاين، دول العالم تلغي كافة التجمعات، وميليشيا الحوثي تعد للاحتفال. في الأوبزرفر البريطانية، تتحدث عن تعز خوف ولطف وموت في عاصمة الثقافة باليمن. وفي الأخبار المنوعة، الشرطة الأمريكية تحقق مع رجل قام بتخزين 18,000 عبوة من معقم اليدين. ألغت جميع دول العالم الاحتفالات والمناسبات التي يشهدها أكثر من 50 شخصاً، سواء أكانت تلك الدول تواجه فيروس كورونا أم ما زال بعيداً عنها. لكن لميليشيا الحوثي رأياً آخر، حيث عنوان موقع المصدر أونلاين: رغم إعلانهم إيقاف الدراسة بسبب كورونا، الحوثيون يدشنون فعاليات احتفالية بيوم الصمود. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي دشنت ما أسمته برنامج الفعاليات الاحتفالية بيوم الصمود ومرور 5 سنوات في مواجهة التحالف بقيادة السعودية. وكانت سلطات ميليشيا الحوثي قررت إنهاء الدراسة لهذا العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا الذي ينتشر في غالبية دول العالم. وفي السياق ذاته، أعلنت الميليشيا إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية ولمدة 2 أسبوع كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا. وقال بن حبتور الذي يعمل رئيس حكومة لدى ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، إن برنامج الاحتفاء بيوم الصمود سيشمل جميع المحافظات وعلى مستوى الوزارات والمؤسسات. نبيل سبيع يكتب عما تقوم به ميليشيا الحوثي في صنعاء من نهب ومصادرة أملاك وحقوق، وأضاف في مقال ينشره موقع بلقيس: كان الحوثيون قد سيطروا قبل شهر على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وهي جامعة خاصة بمجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والعامة، بينهم قيادات إصلاحية، واعتقلوا مديرها الدكتور حميد أحمد عقلان، ثم أطلقوا سراحه، ثم اعتقلوه مجددا، وما يزال معتقلا حتى الآن. ثم ماذا فعلوا بالجامعة بعد أن سيطروا، أو بالأحرى سطوا عليها؟ أول شيء قاموا به رفعوا رسوم الدراسة على الطلاب. خرجت طالبات الجامعة رافضات قرار الحوثيين برفع رسوم الدراسة في الجامعة وإجراءاتهم الأخرى الظالمة داخل الجامعة. ماذا سيفعل الحوثيون إذا استمرت احتجاجات الطالبات داخل الجامعة؟ هل سيقمعوهن؟ سيعتقلوهن؟ لا نستبعد شيئا من هذه الجماعة المأفونة، فقد فعلت ذلك وما هو أكثر من ذلك منذ سيطرت على البلاد والعباد. لكن هناك أمرا واحدا مؤكدا، وهو أن كل هذا الظلم لن يدوم، وأن جماعة الحوثي إلى زوال. لينهبوا ما شاءوا، فكل المنهوبات ستعود يوما إلى أصحابها. البيوت التي نهبوها من أصحابها بعد أن طردوهم هم وأطفالهم منها ومن بلدهم بقوة السلاح والطغيان والعنجهية ستعود إلى أصحابها. العمارات التي نهبوها ستعود إلى أصحابها. المحلات، المطاعم، الشركات، المستشفيات والجامعات، كلها ستعود إلى أصحابها، كما ستعود البلاد كلها إلى أصحابها كلهم، لا كما تريدها، حكرا عليها هذه الأقلية الباغية المريضة بالسلالية والتمييز العنصري التي استوردت شعاراتها وأفكارها وألوانها من إيران، وتعتقد بأن لديها حقاً إلهياً في السيطرة على حكم البلد وثرواته والتحكم برقاب الناس وممتلكاتهم دون أن يحق للناس وأصحاب الحق قول لا. لكن لا بأس، ليفعلوا ما شاءوا، لن يدوم الأمر طويلاً. هذا أمر لا جدال فيه، يستطيع هؤلاء الظلمة الجهلة الموغلون في العنصرية والطغيان والدم مواصلة التحكم والتصرف برقاب الناس وممتلكاتهم، وكأنهم سيحكمون اليمن ويتحكمون برقاب اليمنيين إلى الأبد. لكن هذا محال، لهذا نقول لهم: افعلوا ما شئتم. وزعت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء مظاريف تبرعات إلزامية على مختلف الحارات والأحياء
لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي. وعنوان موقع العاصمة أونلاين: ميليشيا الحوثي توزع مظاريف تبرعات إلزامية ورفض واسع من سكان صنعاء. وحصل الموقع على نموذج لتعميم ميليشيا الحوثي الموجه للمواطنين لمطالبتهم بدفع مبالغ نقدية إلزامية ووضعها في المظاريف والتي توزعها لجان حوثية متخصصة. وأشار التعميم إلى توثيق المظاريف بأرقام محددة مقرونة بعناوين المنازل والحارات بصورة دقيقة، الأمر الذي يتيح معرفة من قام بالدفع ومعرفة من لم يدفع. وتذرعت الميليشيا لشن حملة الإتاوات الجديدة بدعم مجهود الحربي وتجهيز قافلة لمقاتليها في الجبهات، إلا أن مصادر محلية أفادت بوجود حالة من الرفض والسخط الواسع في أوساط سكان صنعاء تجاه حملات الجبايات الحوثية، ما قد يدفع الجماعة لشن حملات انتقامية جديدة بحق المواطنين. ويستمر جمع ميليشيا الحوثي للتبرعات والإتاوات الإلزامية من المواطنين في مناطق سيطرتها في وقت تواصل فيه نهب مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع ومصادرة كاملة لموارد الدولة دون إنفاق أي التزامات تجاه ملايين المواطنين. يمتد الغناء الصنعاني إلى ما يزيد على 400 عام، وتحديداً إلى فترة ظهور الشاعر الحميني الشهير محمد بن شرف الدين الذي برز في النصف الثاني للقرن السادس عشر. ولأنه أحد الأشكال الغنائية العربية الأعرق ضمته اليونسكو إلى قائمة التراث العالمي. ووفقاً لصحيفة العربية الجديد، جذور الأغنية الصنعانية الألحان في فكرتها الأولى. وفقاً لتقرير، خلال 400 عام السابقة شهدت صنعاء حملتين عسكريتين تركيتين، ومن المؤكد أنهما تركتا أثرا ثقافيا على الأقل من خلال المارشات العسكرية التي التصقت بجيوش الدولة العثمانية، غير أن النسيج اللحني الصنعاني العام ظل يمانيا خالصا لم يشهد تطورا جوهريا. فالأغلب أن المؤثرات الخارجية اقتصرت على تسلل ألحان جرى هضمها في أشكال محلية، ومن الممكن أو من غير الممكن تحديد السمات التي ألقت بأثرها على الغناء الصنعاني. في كتابه المهم شعر الغناء الصنعاني، يشير الأكاديمي اليمني محمد عبد غانم إلى وجود ملامح لحنية تركية وإيقاعية في أغنية طرب سجوع وكرر، وأقدم تسجيل لها بصوت علي أبو بكر باشا رحيل أحد أساطين الغناء الصنعاني القديم. ويمكن ملاحظة ذلك وخصوصا في المدخل الإيقاعي لصوت القنبوس، لكن هذا الأثر يبدو أشد وضوحا في أغنية معشوق الجمال بصوت محمد الماس. وليس بالضرورة أن يكون التأثير تركيا، لكنه مقارنة بالألحان الصنعانية التقليدية يبدو أكثر إنشادية، وكأن الإلهام اللحني للأغنية أتى من مكان آخر. الأصدقاء والمقبرة، تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: ظللت لأكثر من نصف قرن مزدحما بالأصدقاء، وكان الأصدقاء يتناوبون على المكان والزمان والوقائع والذاكرة، وقلت ما أكثرهم؟ وفي سنوات الخمس الأخيرة ظللت أراهم قد ذهبوا مذاهب شتى، واتخذوا مواقف وأخلاقا شتى، وغابوا، قلت ما أندرهم؟ عرفت أن الصداقة عملة، إذا هبطت قيمتها رخص الإنسان، وكذبة إذا راجت في الأرجاء صدقها الناس وأنكرها الرأس. فلا تقل إن فلانا صديقي أو تزعم أن لك أصدقاء، ولا تعتقد بتوافر حالة الصداقة إلا في قواميس اللغة ونصوص الآداب والأحلام الرومانسية. إن المواقف تكشف المعدن الرخيص من النفيس في النفس البشرية، وإن الحرب تكشف، وإن السفر يكشف، وإن الأزمات تكشف، ويظل الزمن كفيلا بسرد الصداقات في كتاب الحياة ورصد الأصدقاء في مجهر العمر. واعرف أن أكثر أصدقائك حميمية هو أنت، يتقاطرون إلى المقبرة من دون وداع أخير، ثم يتقاطرون إلى مجلس العزاء ليوم أو ثلاثة، ثم يصمت الجميع عن الكلام في مناقب الفقيد أو استذكار مواقفهم ودردشاتهم معه أو الدعوة له بالرحمة والمغفرة. يتكرر هذا المشهد كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيتكرر كثيرا خلال السنوات الكثيرة المقبلة، ولا جديد فيه سوى اسم الفقيد فقط.
وماذا في حياتنا من جديد أصلاً؟ منذ أن دهمت الحرب حيواتنا لم يعد ثمة جديد جدير بالذكر. صار الموت لعبة يومية، والبهجة قيمة مفقودة، والحب حالة قتالية. وانقسمت يومياتنا إلى جبهات ومتارس وثكنات وكوارث. ولقد ازدحمت المقابر في داخل الوطن وخارجه. صار الوطن مقبرة كبيرة ممتدة إلى المهجر. وانقسم اليمنيون إلى حالات محددة الإقامة في ثلاثة أماكن لا علاقة لها بالوطن البتة: الخنادق، الفنادق، والمقابر. وصارت هذه الأماكن تنضح بالموت، وإن بصور مختلفة، غير أن الموت في اليمن له السبب نفسه الذي لم يتعدد ولم يتجدد. يكفي أن تكون يمنياً لتستحق الموت بجدارة. عن عاصمة الثقافة المنسية في اليمن، نشرت الأوبزرفر تحقيقاً مطولاً عن مدينة تعز العاصمة الثقافية لليمن بعد سنوات من الحرب الأهلية والحصار، بقلم ليز دوسيت كبيرة المراسلين في البي بي سي والتي زارت المدينة وعلقت الصحيفة: خوف ولطف وموت في عاصمة الثقافة باليمن. وتقول دوسيت: في الصراع اليمني الذي لطالما يطلق عليه اسم الحرب المنسية، فإن تعز الضحية الكبرى للنسيان. هذه المدينة التي كانت يوما ما مركزا للتعليم والسياحة شطرت اليوم بين الحوثيين والحكومة، وغزا الخوف شوارعها. في هذا التحقيق تقول دوسيت أن تحاول أن تزيح غبار الحرب والنسيان عن ثالث كبريات المدن في اليمن، والتي كانت تفخر بأنها عاصمة الثقافة وأنجبت أهم المثقفين وأفضل الأساتذة والحقوقيين والطيارين في البلاد. أما الآن فهي ساحة معركة مديدة لا تنتهي، والمدينة الأكثر تعرضاً للقصف والضربات من قبل القوات السعودية، والمكان الأخطر الذي شهد أكبر عدد من القتلى في اليمن. وتعتبر دوسيت أن تعز بمثابة الرمز الأبشع للحرب الطويلة التي مزقت البلد كلها، والمدينة تقسمها جبهة قتال ممتدة من شرقها إلى غربها، وكأنها ندبة طويلة. ونحو ثلث تعز في قبضة الحوثيين المسيطرين على المرتفعات، في حين تسيطر الحكومة على ما تبقى، أما الناس فلا يريدون سوى أن يسمح لهم بالحياة. وتنتقل دوسيت من منطقة الحكومة إلى منطقة الحوثيين وتقول: إن مسافة الوصول كانت تقطع عادة في 5 دقائق بالسيارة، أما الآن فقد استغرق الطريق 5 ساعات عبر الجبال. وحين زارت دوسيت منزلا دمره الحوثيون، التقت بسيدة اسمها زهرة وقالت لها: الجميع باعوا اليمن لأجل مصالحهم، الحوثيون يعملون مع إيران، ونصف رجال المقاومة يعملون مع السعودية، والنصف الآخر مع الإمارات. وتقول دوسيت إن حكاية زهرة تشبه حكاية اليمن، فقد قتل صغيرها في الهجوم، وابنتها خسرت عينا، وجن زوجها من الحزن. ولكن ما إن تحركنا لنغادر المكان حتى هرعت زهرة لتقدم لنا خبزا يمنيا طازجا خرج للتو من الفرن، وكأنها تذكرنا بأن هذه الحرب القاسية لا يمكن أن تقضي بالكامل على الطيبة والثقافة من تعز. هذا الفيروس ليس الأول الذي يهدد البشرية، فقد سبقه الكثير. حسني عايش يكتب عن واحد من الأوبئة التي فتكت بسكان الأرض، وأضاف في مقال نشرته الغد: حدثت الأوبئة طيلة التاريخ، وما تزال أكبرها وأخطرها المسجل بما سمي الموت الأسود، الذي فتك بأوروبا وجوارها في القرن 14 قادماً من الصين، حيث بدأ عام 1344. فحسب المصادر التاريخية الأوروبية والطبية، دخلت سفينة ميناء جنوى الإيطالي عام 1347 ميلادية لمدينة كافا في شبه جزيرة القرم، حاملة على ظهرها شحنة قاتلة من الطاعون الدبيلي الليمفاوي إلى أوروبا، وهو مرض معد وأعراضه كثيرة، منها الحمى المرتفعة أو البرودة الشديدة أو الخور وتورم العقد الليمفاوية ونزيف يميل إلى السواد، ما جعل الناس يسمون هذا الطاعون بالموت الأسود، الذي يشتد فتكه إذا غزا الرئتين، فعندئذ يتسبب بالموت للمصاب به. وصل الطاعون إلى أوروبا وبلدان البحر الأبيض عبر التجارة والطرق التجارية البرية والبحرية،
من الصين وأواسط آسيا حيث كان منتشراً. لم يكن في تلك الفترة علاج لهذا الوباء، واقتصر الأمر على نصائح وقائية مثل الدعوة إلى تقليل الأكل للأغذية الصعبة الهضم أو إلى استخدام الأعشاب العطرية لتنقية الهواء أو إلى الابتعاد عن الناس أو إلى التمسك بأوهام وخرافات دينية. استمر الطاعون نحو 20 سنة في أوروبا وبلدان الشرق الأوسط، وقد فتك في أثنائها بثلث السكان 100 مليون حسب رواية، وبثلاثة أرباع السكان حسب رواية أخرى. ففي مصر مثلاً فتك 40% من السكان، وقد احتاجت أوروبا إلى 3 قرون لاستعادة صحتها السكانية. وبتضاؤل عدد السكان في أوروبا صار كثير من الأملاك بلا ملاك وقرى بلا قرويين، وبانخفاض عدد الأيدي العاملة زادت قوتها في التفاوض مع أصحاب العمل، فطالبوا برفع أجورهم في إنجلترا بمقدار 5 أضعاف ما كان عليه الأمر قبل الوباء. أفادت وسائل إعلام ألمانية بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت على شركة دواء ألمانية مبالغ كبيرة من المال للوصول الحصري إلى لقاح تطوره الشركة ضد فيروس كورونا. وبحسب صحيفة بيلد إم زونتاغ الألمانية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي تحاول جذب العاملين في شركة تتخذ من مدينة توبغن الألمانية مقرا لها إلى أراضيها من خلال مدفوعات مالية ضخمة في مقابل تأمين اللقاح. ونقلت الصحيفة عن دوائر حكومية ألمانية أن ترامب يقوم بكل ما هو ممكن من أجل الحصول على اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية فقط. بدورها فإن الحكومة الألمانية تحاول مواجهة ما تعتبره محاولة استحواذ قوية من قبل الولايات المتحدة. وذكرت الصحافة الألمانية أن الحكومة الألمانية تقدم حوافز مالية إضافية لشركة الأدوية الحيوية لإبقاء اللقاح في البلاد. وزارة الصحة الألمانية أشارت إلى أن الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بأن يتم تطوير لقاحات ومواد فعالة ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي أوروبا. وفي هذا الشأن تتواصل الحكومة بشكل مكثف مع شركة الأدوية. أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستحقق مع رجل في ولاية تينيسي بعد أن قام بتخزين ما لا يقل عن 18,000 عبوة من معقم اليدين والمطهرات اليدوية بتهمة التلاعب بالأسعار. وعنون الصحيفة القدس العربي: الشرطة الأمريكية تحقق مع رجل قام بتخزين 18,000 عبوة من معقم اليدين. وقالت الشرطة إن المتهم وشقيقه قاما بشراء الآلاف من زجاجات المطهرات وعبوات مناديل مضادة للبكتيريا ومن متاجر كبيرة وصغيرة في كنتاكي وتينيسي في الأول من مارس بعد يوم واحد من أول وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. وبعد نشر تقارير عما قام به الرجل على الإنترنت، اتصل بعضهم به وتم تهديده بالقتل، وتم نشر عنوانه على الإنترنت بغرض مضايقته، وبالفعل بدأ الناس بضرب باب منزله. وتفيد الأنباء أن الرجل قام على الفور بالتبرع بأكثر من 17,000 عبوة في يوم واحد عندما علم بنوايا الشرطة بالتحقيق معه. واستحوذت كنيسة محلية على ثلثي التبرع من المعقمات والمناديل المضادة للبكتيريا بالقرب من مكان إقامة الرجل. واستولت السلطات على الثلث الآخر من الإمدادات، وسيتم تقديمها لمكتب المدعي العام في ولاية كنتاكي، وهي الولاية التي تم شراء المطهرات منها. تأملات في هشاشة العالم التي لا تحتمل. تحت هذا العنوان كتبت السورية سوسن جميل مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: لابد أن كل فرد يعيش في هذه اللحظة على كوكبنا المنهك والمنتهك غير سلم أولوياته. فهذا الكوكب يمر بكل أشكال الظلم والبؤس والمعاناة والتجبر والاستكبار والاستغلال والحروب المحلية والأوسع. تتصارع فيه المصالح والنزوع إلى السيطرة والحيازة واللعب بمقادير الشعوب الضعيفة الغارقة في مشكلاتها المنهكة التي تبدو مستعصية على الحل في ظل أنظمة قمعية متخلفة مرتهنة.
واستباحة المنظومات الدينية والاجتماعية والاقتصادية المستبدة مجالها العام، فماذا يفعل مواطن يعيش في بلاد أنهكتها الحروب والمجاعة والفقر والتشرد؟ مواطن فقد ثقته بأنظمته الحاكمة المتحكمة في حياته، وبات يشعر بنفسه عارياً في الصقيع والهجير تحدق به الأخطار من كل صوب، وصارت حياته ودولته مرتهنتين لإرادات خارجية. هذا العالم ينتج أجيالاً تنمو بين الكوارث والانهيارات والأزمات، ولعل كورونا بإنتاجه هذا المرض الهجومي أكبر كارثة مولدة لكوارث أخرى وأزمات وانهيارات. عالم عاش حربين عالميتين أودتا بمئات الملايين، وأطاحتا أنظمة وأنتجتا أنظمة بديلة، وأعادتا تشكيل خريطة العالم عدة مرات، وتبعتهما حرب باردة أمسكت بتلابيب الشعوب والأنظمة والدول، وعاش جوائح وأوبئة حصدت عشرات الملايين، ثم الحروب الجديدة التي تحدثها الصراعات بين القوة الكبيرة التي تسود العالم أمريكا، وبين بقية الدول والأنظمة الصاعدة خصوصاً الصين، وما يلحقه من قتل ودمار وتخريب دول وشعوب ومجتمعات. ولم يرتدع هذا العالم الجبار على الرغم من كل ما حصل من ويلات خلال قرن، ولن يرتدع. عالم مسعور يلهث وحش المال فيه لتأمين مجاله الحيوي في ظل انهيار البشرية مجتمعة بسبب الجشع والتوغل والشراهة، إلى الامتلاك والاحتكار والحيازة والسطوة. فإن يبلغ الدين العام على مستوى العالم 3 أضعاف ناتجه، لهو أمر كارثي لن يجعل آلة الحرب تتوقف عن دورانها وطحنها شعوباً بأكملها وإبادتها دولاً ومحوها من الخريطة العالمية. الخوف من وباء كورونا كان العنوان الأبرز لمعظم الصور في صحيفة الجارديان البريطانية، بالإضافة إلى صور أخرى متنوعة نتابعها. الآن إلى أبرز رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في هذه الجولة الأخيرة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.